السلام عليكم. جميع الجامعات كرة القدم في العالم كي يغلطوا يصلحوا، ولا أضعف الإيمان كي يغلطوا يحاولوا يصلحوا. كان نغلطوا نكملوا في الغلط متاعنا. خلينا نبدأوا بمنظر أو نبدأوا القصة من منظر الكبير. جينا منظر الكبير ترشحنا معاه للطول الثاني من كأس إفريقيا، انتصرنا على منتخب نيجيريا هدف يوسف المساكني، انهزمنا أمام منتخب بوركينا فاسو في الدورة ربع نهائي. بما أنه المنتخب التونسي يعتبر من بين الكبار في القارة الإفريقية، الخروج من الدور ربع النهائي ما يفرحش الجماهير التونسية، لأنه أقل قليل الجماهير التونسية ترى أنه المنتخب التونسي البلاصة متاعه أنه يكون في المربع الذهبي، وهذاك علاش تغشت على منظر الكبير وطالبت بالتغيير، مدرب أجنبي، مدرب يقطع مع الفساد ويقطع مع الانتماءات وكل لاعب يعطيه حق. لكن بعد منظر الكبير يجينا جلال القادري. جلال القادري نخرج معاه من التور الأول، كيف الجمهور متغشش، المنتخب ماشي ويضمحل، لكن مع جلال القادري المنتخب التونسي تأهل الكأس إفريقيا تقريبا ب 16 نقطة، يعني نحكيه على 5 انتصارات وتعادل وحيد، ومع هذا يخرج من التور الأول. كارثة كبيرة برشا، وما تنجم كانت تكون كارثة. خرج جلال القادري، الجماهير التونسية طالبت مدرب أجنبي، جابونا فوزي البنزرتي، حاليا يعكس فوزي البنزرتي مع المنتخب، يعني المنتخب قاعد يعمل في شيوت كبيرة، حاليا 3 مقابلات، 2 انتصارات وهزيمة، المقابلة القادمة ضد منتخب جزر القمر في أبيدجان الكوديفوار، والله أعلم شنية باش تكون نتيجة، لو نتيجة سلبية بالرسمي باش نخافوا على رواحنا، وبالرسمي نوليو نحلموا باش نتأهلوا الكأس إفريقيا، وكيف ما قال ياسين مرياح قال بحول الله نتأهلوا الكأس إفريقيا، وكأنه بتصريح ياسين مرياح أصبح هدف المنتخب أو هدف الجماهير التونسية أنه نتأهلوا الكأس إفريقيا، عكس المنتخبات اللي راو فيها منافسة لينا. أنت كي تجي تشوف المنتخب المصري تصير أخطاء يغيروا ويجيبوا مدرب عالمي. المنتخب المغربي كيف جابوا مدرب مغربي وصل معه من نصف نهائي كأس العالم. المنتخب الجزائري اقطع مع جمال بالماضي اللي فاز معهم بكأس افريقيا وجابوا مدرب جديد. انتيجة كما قاعدين نشوفوا حاليا المنتخب التونسي عكس، بينما بقية المنتخبات تتحسن بشكل كبير. والله يوجع قلبك وقت اللي بشكون خلينا نبدأ بالمنتخب الجزائري اللي هو بدأ المقابلة الأولى ليه ضد منتخب التوكو. هذا سعيد بالرحمة مع جمال بالماضي ما عندوش قيم، ويلعب وقتها في وستهام، تغير بالسويسري، حاليا سعيد بالرحمة من أفضل الملاعبية في المنتخب الجزائري. المنتخب المصري كيف صلح محمد صلاح، تقول بالرسمي لاعبي الخبرة نمشي معاك، حتى لو المستوى نتاعو ينزل ديما تلقاه مع المنتخب المصري، مهما كان مستواه ما تجوزش المقارنة بين المستوى اللي قدم فيه في البطولة الإنجليزية مع فريق ليفربول. صحيح فماش مقارنة بين روندمون بين ليفربول والفراعنة، لكن مع هذا قاعدة يقدم في إضافة. أقلوا للمنتخب المغربي كيف اسمعك للملاعبين، زلزولي زلزلها الدنيا، الزلزولي
ماهوش من افضل الملاعبيه في المنتخب المغربي. كان جينا احنا في تونس يمكن نبيعوا جرودنا وما نجموش نجيبوه، على خاطر الحكايه عمرها ما كانت فلوس كما قال فوزي البنزرتي. الحكايه وما فيها انه الملاعب يحس بالراحه في المنتخب ويحس انه عنده قيمته في منتخب يجيك. اما وقت اللي باش تهنت له طيح له قدره، ولا العظيم كي وزنك ذهب تجيبه في برنامج وزنك ذهب ولا ما يجيك. كل القايلي عاد شبيه تسمع فينا في معلق يعلق على هدف ما اللي تحبوا يعلق عليه بالساكت الهدف، حتى يكون منتخب تعيس ويسجل هدف المعلق باش يعلق بالطريقه هذيك. ليه ليه مش هذا المقصود متاعي. المقصود متاعي انه المنتخبات اللي كنا نسمعوا فيها المستوى متاعها تحسن، بينما المنتخب التونسي حتى هو لو سجل هدف ضد منتخب جزر القمر المعلقين باش يعلقوا بنفس الطريقه، لكن مستوى المنتخب التونسي مستوى كارثي مقارنه بالمنتخبات اللي سمعناها المغرب الجزائر ومصر. ومن بعد يخرج لك سي فوزي او قيس اليعقوبي ويلقى لك عذر، يقول لك منتخب جزر القمر منتخب متطور، يقوم بمباراة هني يقولوا متوسطة ولا سيئة سميها كما تحب، لكن المنافس متاعنا زاد كذلك. ما نساوش اللي في المجموعة متاعه في تصفية كأس العالم متصدر المجموعة متاعه في مجموعة فيها كل من غانا والمالي، يعني المنافس كان مرسو محترم. يعطيك الصحة، المنافس كان مرسو محترم. صحيح منتخب جزر القمر متواجد في مجموعة فيها غانا ومالي، اما ما ننساوش غانا راهو حالها يبكي اكثر من حال تونس، هي حصر على المنتخب الغاني. ومع هذا لو كان نلعبوا ضد غانا اللي هي مضعضعه والله يتربح العقده نتاعنا. مالي ما نجموش نلعبوها وهي في اوج عطاها ولا هي في أسوأ حالاتها. ومن بعد تقول لي في مجموعه تضم غانا ومالي، اخي لعبت هي ضد مالي، هي لعبت ضد غانا. صحيح ربحت غانا متواجده في المرتبه الاولى مع غانا بتسعة نقاط بثلاثه انتصارات وهزيمة، لكن ما زالت ما واجهتش المنتخب المالي. يعني احنا غدوة نتيحوا في مجموعة فيها البرازيل والأرجنتين وألمانيا ومزلنا ما لعبناش ضدهم، يحكيوا علينا يقولوا نسمع راهم موجودين في مجموعة فيها البرازيل وفيها غانا وفيها ألمانيا، هي مزلنا ما لعبنا لهمش. حتى هما جزر القمر مازالوا ما لعبوش ضد مالي، خليهم يلعبوا ضد مالي ويربحوها مالي وروتور وبعد نقولوا انه منتخب التطور، بالرغم انه المنتخب جزر القمر منتخب التطور، بينما المنتخب التونسي منتخب منهار صراحة. مش على خاطر ما عندناش ملعبية، لكن ماناش نعطيه في قيمة ملعبية. هذوما منتخب جزر القمر يمشي يجيب لك ملاعبي من البطولة الفرنسية درجة ثانية، يمشي يجيب لك من بطولات ضعيفة في أوروبا ويعمل منهم منتخب على خاطر عندهم مدرب يعرف يوظف ويعرف يلم الجروب متاعه، بينما احنا عدنا ملعبية محترمين ما نقارنوهمش بملعبية في نيجيريا ولا في الكامرون ولا في كذا، لكن عدنا ملعبية محترمين أفضل من ملعبية منتخب جزر القمر، لكن مطيحين لهم قدرهم وكبين لهم السعد متاعهم في النتيجة كما قاعدين نشوفوا فيها. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة، بلاي سامحوني ثم نقطة والله مازلت مانيش متأكد منها. قيس اليعقوبي اللي هو توا مساعد فوزي البنزرتي، ولا نلقى ما نعرفش ارتيكل صحيح ماهوش صحيح، والله ما نعرفش راه الارتيكل صحيح ولا مش صحيح مانيش عارف، لكن قيس اليعقوبي قال لك 2006 2007 درب حلق الواد والكرم وطاح بها للشرفي، الشرفي هو ناسيونال بي. 2008 درب الملعب الكابسي وطاح بها للشرفي. 2015-2016 درب قواف القفصة وطاح بها للشرفي. 2016-2017 درب الوكرة في قطر وطاح بها للشرفي. 2022-23 درب هلال الشابة وطاح بها للشرفي. 2023-24 درب نجم المتلوي ووصلها للبراج السقوط ضد سليمان واستقال قبلها بنهار 2024 يقروحه مساعد في المنتخب التونسي. توا النجم نقولوا حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة كالعادة، البياري متبقى كمش يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي، تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.